الأستاذ زكي حسنين المدير العام لشركة بنشمارك، تقييمك للبطولة؟ والله صراحة ان احنا يعني سعدنا جدا بهذه البطولة، ويعني يعني اتمنى من الشركات والمنظمات العاملة ان هي تعمل أنشطة رياضية مكثفة، تمام، مثل ما قامت بها الغرفة التجارية، يعني شركة الكهرباء، شركة الاتصالات، الشركات اللي هي يعني عندها عدد كثير من الموظفين، اولا لانها تساعد على انتشار اللعبه هذه بين الناس، وان شاء الله كمان يعني تساهم في ان نحن ننتج لعيبه كبار ان شاء الله تعالى. نحن الحمد لله يعني ربنا اكرمنا وتم التعاقد معنا من قبل الغرفه التجاريه لإقامة إن شاء الله أول دوري شركات على مستوى المنطقة الغربية. إن شاء الله حيقام الدوري في أول رمضان بإذن الله تعالى، ونحن في صدد قيام بالعمل التسويقي للمشروع هذا، وإن شاء الله حنكون على تواصل معاكم لإعطائكم أولا بأول الأمور اللي بتصير في الدوري هذا بإذن الله تعالى. خطوة موفقة ومباركة، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. إن شاء الله، ونحن نتمنى منكم أنكم أنتوا إيش تساندونا في تسويق الدوري هذا، لأنه هذا يعتبر أول دوري يقام في جدة على مستوى الشركات بإذن الله سبحانه وتعالى. شاكرين حضورك معنا أستاذ زكي. يا هلا وسهلا، فرصة طيبة، حياكم الله. شكرا.